بعد سنوات من الركود والتماطل في تجسيد بعض البرامج التنموية، تحولت بلدية وهران إلى ورشات مفتوحة لاستكمال عديد برامج التهيئة الحضارية والمشاريع المتأخرة والعينة من بلديتي بير الجير وحسب نيف. قمنا بتنصيب ثلاث مقاولات، اللي هي مقاولة الأولى كانت ملعب سيد البشير، والمشروع الثاني كان هو مشروع عيسى إيدير، لهذا المشروع كان عنده امباكت كبير، والمشروع الثالث اللي هو بوسيكون دو لسكان تاع بلدية بئر الجير وساكنة الياسمين دو كانوا يعانوا من هذا المشروع، كانوا يعانوا من هذه الطرقات اللي قعدت بدون تصفيت. رانا اليوم متواجدين في مقر للأمن الحضاري بحسيب ونيف في حي الشهيد محمود. هذا المشروع اللي كان متوقف منذ سنة 2016 بسبب عراقيل تقنية ومالية، وبناء على تعليمات السيد الوالي رانا قمنا باجتماعات دورية مع مصالح المدير العام للأمن الوطني، وتم خلالها حلحلة المشاكل التقنية والشق المالي تم التكفل به من طرف السيد الوالي ولاية وهران. إعادة بعث مشاريع التهيئة، تأهيل قنوات الصرف الصحي، استكمال مشاريع إنجاز الملاعب الجوارية ومقرات الأمن الحضرية المجمدة هي من أولويات المجالس البلدية. استالينا لوتبريز فيما يخص التهيئه الحضاريه على المستوى هذا الحي اللي كان يعاني منذ سنوات، وتعليمات سيد والي ولايه وهران راها واضحه كوضوح الشمس بان فيما يخص التنميه المحليه اللي تخص المواطن البسيط من الاولويات على المجلس الشعبي البلدي. احنا كنا في غبينه كبيره من ناحيه هذه الطرقات هذو غير مكمله من طرف المقاولين السابقين. بارك الله فيهم، راهم يخدموا والرئيس شوف نعمه ما عند ربي، راهم يخدموا بارك الله فيهم. اعاده النظر في بعض المشاريع القطاعيه والبرامج التنمويه المتاخره لسنوات بعد الاقرار باعاده بعثها وتسريع وتيره اجراءاتها الاداريه لتسليمها في اجالها المحدده.